مرحبا أصدقائي، معكم أحمد شهوان من قناة شهوان تكن التكنولوجيا. شرحنا اليوم أصدقائي راح يكون عن طريقة عمل جيل بريك لجميع إصدارات الآيفون بما فيها إصدارات أي أو إس 12، 13، 14 حتى أي أو إس 16. عندنا جهازين آيفون 6 إس بلس و 6 إس بلس 6 إس عفوا بلس و 6 إس بلس. طبعا عندنا هذا الآيفون 6 إس بلس، الجهاز هذا 6 بلس، تمام. لو اجينا فتحنا على الاصدار تبعه 12.5.7، عندنا هذا الجهاز ايفون 6 اس بلس لو فتحنا على الاصدار تبعه 15.7.8. راح افرجيكم الان كيف راح نعمل جيل بريك للاصدارين بكل سهوله وبخطوات بسيطه جدا. قبل ما نبلش بالفيديو اصدقائي، لا تنسوا ندعم الاشتراك، لايك للفيديو لحتى يوصل لاكبر عدد من المستخدمين. طبعا اصدقائي، عندنا الاداتين اللي راح اشرح لكم اياهم الان في الفيديو، هم أداتين لعمل الجيل بريك لجميع الإصدارات. طبعا الأداة الأولى هي أداة ال 15 إصدارات 15 16، والأداة الثانية هي أداة لإصدارات ال 12 حتى أي أو إس 14. طبعا راح نفوت إحنا على الأداة الأولى اللي هي مخصصة لإصدارات 12 و 13 و 14 حتى أي أو إس 14. طبعا راح ننتظر الآن حتى تشتغل معانا الأداة. راح أجي أضغط على خيار يس، لا راح تشتغل معنا الاداء، وراح نجي نشبك جهاز الايفون 6 بلس، ونجي نختار طبعا الخيار الثاني اللي هو اصدارات 12 اي او اس 12 واي او اس 14. طبعا هذا الجهاز ما حكينا اي او اس 12. راح الان نيجي ندخل الجهاز في نشبك الجهاز في جهاز الكمبيوتر، ونستنى لحتى يتم التعرف على جهاز الكمبيوتر. راح ننتظر الان نشبك الجهاز في الكمبيوتر. الآن تعرف الجهاز مثل ما احنا شايفين، راح نسكر البرنامج، راح نشوف زي ما احنا شايفين ايفون 6 بلس اصدار 12.5.7. بختار الخيار الثاني مثل ما احنا شايفين، باجي بعطيه خيار نيكست. الآن راح يفوت الجهاز في وضع الداونلود مود، راح ننتظر لحتى يتم الدخول في وضع الداونلود مود. مثل ما احنا شايفين علامة الايتونز، الآن زي ما احنا شايفين عملية الجيل بريك بيحكي لك اضغط على علامة الباور مع كبسة الهوم لمدة 3 ثواني، وبعدين عندك بس يخلصن ال3 ثواني الموجودة هاتان، راح ترفع ايدك عن الباور وتظلك ضغط على الكبسة بالنص. الان راح ارفع الجهاز لفوق شوي حتى تشوف عملية الجيل بريك، واضغط خيار ستارت. مجرد اضغط خيار ستارت بكبس على الكبستين الباور اللي بالنص، برفع ايدي الان عن الباور وبظل ضاغط على الكبسة اللي بالنص. الان راح نشوف الجهاز حتى نستنى يدخل في الدي اف يو. مثل ما احنا شايفين دخل في الدي اف يو، بترك الجهاز الان وبستنى عملية الجيل بريك مثل ما احنا شايفين بالشاشة لحتى تتم الى النهاية. الان بدأت عملية الجيل بريك مثل ما احنا شايفين، بدأت الان عملية الجيل بريك على الجهاز، والان الجهاز بدأ يأخذ الجيل بريك بشكل طبيعي بدون اي مشاكل. هذا بالنسبة لاصدار اي او اس 12 حتى اي او اس 14، يعني الاداة هاي لا اصدارات 12 و13 و14 حتى اصدار 14.8.1. لا راح ننتظر ان تتم عملية الجيل بريك بنجاح بدون اي مشكلة. كيف نتأكد انه العملية تمت بنجاح؟ لازم يعطيكم خيار سكسس، هيك بتتم العملية بدون اي مشكلة، ويضوي عندك اللون الازرق هون على الشاشة. الان كيف نتأكد انه الجيل بريك تم على الجهاز؟ زي ما احنا شايفين ظهرت علامة الجيل بريك هون، بضغط عليه، باجي بكبس على السيديا وبضغط على انستول. راح ننتظر الان لحتى تتم عملية التثبيت لأداة السيديا، وراح نشوف انه عملية جيل بريك تمت بنجاح. مثل ما احنا شايفين الان تمت عملية جيل بريك بنجاح. ولو نتأكد ايضا خيار برنامج 3 تولز بعطيك هنا انه الجيل بروكن يس، انه الجهاز اخذ جيل بريك بدون اي مشكلة. مثل ما احنا شايفين هاي برنامج الجيل بريك والسيديا نازل على الجهاز 100%. طبعا هون احنا بنكون خلصنا من الخطوة الاولى. طبعا رابط البرنامج والادوات اللي راح استخدمها راح اكون حط لكم اياها اسفل الفيديو في صندوق الوصف. احنا هون خلصنا من جهاز الايفون 6 بلس، راح نيجي للايفون 6 اس بلس، مش الايفون 6 بلس، هو عليه اصدار مثل ما احنا شايفين في الاعدادات 15.7.8. مثل ما احنا شايفين الجهاز فاضي ما عليه اي شيء. برضه نفس الشيء راح نتوجه الى الاداة الثانية اللي مخصصة لإصدارات 15 وإصدارات الآي أو إس 16. راح ننتظر حتى تشتغل الأداة. مثل ما إحنا شايفين اشتغلت الأداة طبعا على نظام الويندوز،
ما راح نحتاج لا فلاشة ولا بوت ولا نظام الماك. طبعا راح اضغط، راح الان اشبك جهاز الايفون في الكمبيوتر مثل ما احنا شايفين ايفون 6 بلس. طبعا معطيني هون عندنا مثل ما احنا شايفين ايفون 6s بلس كونكتد تو نورمال مود، انه تم ربط الجهاز بشكل ناجح بشكل مباشر. الان طبعا عندنا هون الثريو تولز مثل احنا شايفين الجيل بروك معطيني ياس، لانه انا عملت تيست عليها لاتاكد انه العمليه تمت بنجاح، لانه زي ما بتعرفوا انا ما بشرح اشي قبل ما اتاكد منه واتاكد انه 100%. الان راح اجي اضغط على خيار ستارت، راح يفوت الان الجهاز نفس الاشي بعمليه الريكفري مود. راح انتظر لحتى تظهر علامه الايتونز وحتى نتاكد الان عمليه الجيل بريك. مثل ما احنا شايفين نفس الخطوات بيعطينا، لانه الجهازين تقريبا نفس الاشي بس الاصدارات مختلفه، اللي هو الباور مع الكبسل بالنص. الان بضغط على خيار ستارت، بظل كابس على الكبسل بالنص مع كبسه الباور، بخلي الثلاث ثواني يخلصوا الاولى، برفع ايدي عن الباور بظني اضغط على الكبسه اللي بالنص. راح انتظر حتى يفوت الجهاز في وضع الدي اف يو. مثل ما احنا شايفين تم الدخول في وضع الدي اف يو. الان بدات عمليه الجيل بريك، بدات عمليه اللود درايف. راح نترك الجهاز براحته بدون اي مشكله وننتظر الى ان تتم عمليه الجيل بريك الى النهايه. طبعا الان بدات عمليه الجيل بريك بوت، راح ننتظر شوي، راح تاخذ عمليه الجيل بريك شويه وقت، فراح ننتظرها لحتى تتم الى النهايه. وهي طبعا اصدقائي الخطوات، ما راح نحتاج فيها لا فلاشه نظام فلاشه زي الانظمه القديمه، ولا راح نحتاج جهاز ماك، ولا راح نحتاج اي شيء من نظام الويندوز بشكل مباشر. مثل ما احنا شايفين بدات عمليه الجيل بريك، الجهاز الان اخذ الجيل بريك بشكل طبيعي بدون اي مشكله. مثل ما احنا اعطانا هون جيل بريك دن، انه تمت عمليه الجيل بريك بنجاح بدون اي مشكله. راح ننتظر الان لحتى يشتغل الجهاز. طبعا هون بعطيه خيار دن، بطلع من الاداه. طبعا الاداتين اللي انا حشارحهم في الفيديو راح اكون حاطط لكم اياهم اسفل الفيديو في صندوق الوصف. الان راح اضغط على راح اشغل الجهاز. راح اضغط على الكبسل بالنص وراح اجي انتظر قليلا حتى يظهر عندي هنا علامه الجيل بريك. الان هاي لازم تستنى هون دقيقه لحتى تظهر معاك اداه الجيل بريك عشان تتاكد 100% انه تم الجيل بريك بنجاح. طبعا هاي الاداه بتاخذ شويه، هذا الايقونه بتاخذ شويه وقت لحتى تنزل، فاحنا راح نستناها لحتى تنزل وافرجيكم انه عمليه الجيل بريك تمت بشكل مباشر بدون اي مشكله. طبعا الاداتين راح اكون رافع لكم اياهم برابط مباشر على موقع تقدروا تحملوهم بشكل مباشر بدون اي مشكله. طبعا في حال ما ظهر عندك الايقونات هنا راح تلاقيهم طبعا في القوائم اللي هنا، القوائم الرئيسيه. راح ننزل لتحت شوي نضغط على الخيار، راح نلاقي انه مثل ما احنا شايفين الجيل بريك نازل. بضغط على خيار السيلو، بضغط على خيار انستول. طبعا انا منزله من قبل لحتى نتاكد انه عملت عليه تست حتى نتاكد 100% انستول كومبليت. وراح نتاكد الان من انه برنامج السيلو اللي هو الجيل بريك اشتغل بدون اي مشكله، وبتقدر تحمل التطبيقات مجانيه بدون اي مشكله. هيك اصدقائي بكون شرحت لكم الاداتين، راح اكون حاطط لكم اياهم مثل ما حكيت لكم اسفل الفيديو في صندوق الوصف. في حال واجهتكم اي مشكله راح اكون حاط لكم رابط التليجرام الخاص فيه والتواصل معي بشكل مباشر، راح اكون انشر لكم عليه بشكل مباشر. تقدروا تتابعوني اول باول. في حال واجهتكم اي مشكله بتقدروا تحطوا لي اسفل الفيديو في صندوق الوصف، وان شاء الله راح ارد عليكم وراح اقصر معكم. كان معكم احمد شهوان، يعطيكم الف عافيه.